إذن قلت لكم على الفنانة ديالنا المغربية حنان بومديني، هي خبيرة في التجميل والمكياج ولا كوافور. اليوم مقترحة علينا هاد لي كوافور كلهم. اليوم فقرة الجمال غتكون مع فقرة اللباس التقليدي مع لالا سليمة اسماعيل اللي تكلمنا عليها كثير، مع لالا إكرام الجزائرية اللي شرفتنا بحضورها اليوم. حنان بومديني مرحبا بك، صباحية الدزام. السلام عليكم. تو دابور جو ريميرسي دو مافوار انفيتي. العفو لالا العفو، مرحبا بك. ان اونور داتر ايسي. الله يبارك فيك. دونك انت مغربيه من اصول وجديه وعايشه في بروكسل من دائما، من دائما يمكن دائما دائما تتمتهني هذه الحرفه، واش قريتي عليها ولا هي يعني هوايه ولا يعني المكياج جي ان دون ما قريتش عليها، مي لا كوافور جي في اون فورماسيون في هولندا. واخا انا بغيت نفهم يعني في بلجيكا تنعرفوا سورتو في بروكسل تبارك الله الجاليه المغربيه كاينه بواحد القوه واحد الكثافه كبيره بزاف، فكاين اكيد الاعراس المغربيه، كاين المناسبات المغربيه. واش العرس المغربي والمناسبات في بلجيكا بحال في المناسبات في المغرب؟ يعني سيتم يعني تنعيطوا للسيدات الزيانات بروكسل، يعني كنقول اكثر من المغرب حيت انا اكثر يمكن بانوا لي اكزاكتومون بالتقاليد، وعندهم تقاليد هذا الناس ديال وجده لهذو الناس ديال الناظور لهذو، بالعكس محافظين على التقاليد ومحافظين على الاصاله المغربيه كثيره في بروكسل خاصه. يعني انا عارف غير نقدم بعد المشاهد الضيفه ديالي فقره الجمال مع فقره المولى، نبغي غير نقدم سليمة السبعي الضيفه ديالنا واللي هي مصممه ازياء اللي غنيه عن التعريف، وكيف قلت يا سمير غادي نتكلموا على الجمال وعلى الاناقه، ونبقاو دابا في الجمال ونشوفوا الاناقه ديال اللباس التقليدي. انا بغيت نرجع حنان بومديني، تنعرف انا حشوميه بزاف ولكن غادي تشوفوا الاعمال ديالها ما شاء الله، غادي تتكلم في عاوتها. علاش هذا الرجوع سورتو حنا تنبغيو نديروه ولكن ما تنلقاوش اللي يديروا لنا بحال تنشوفوا في العريضه؟ بحال اللي تنشوفوا في العريضه تماما. انا pour moi c'est romantique c'est glamour كي عجب لي هادشي عقاش سا ادوسي الفيزاج اي سي ان شارم هاد لو ستايل هذا كي كديري بزاف مع العروسه كنظن العروسه اي اوسي ان طون كانفيتي تنعرف بان هاد لو جون دو كوافور صعابين، يعني كيخصهم دي ماتيريال سبيسيال. كيفاش انت تسير هاد التكنيك؟ كاينه ان تكنيك باليديدات ديالك فقط. تبارك الله عليك. نرجعوا للضيفه ديالك لاله سليمة السبعي. اذا سليمة السبعي كيف قلت لكم مشاهدينا هي غنيه عن التعريف، مصممه ازياء اللي بدات في المسار ديالها من المغرب، ودابا كنلقاوها تبارك الله عليها هي في ناظور، هي من بعد الجزائر، وهذا الشيء علاش كانت ضيفه خاصه معنا اكرام اللي غادي نتكلموا على هذا المشروع هذا اللي درتو. غنشوفوا بون كنشوفوا اكرام، هذه لا كوافور ديال اكرام. لا لا كوافور ديال حنان باردون اكزكيوزمو اكراميه اكزكيوزمو. دونك هذه سي كوافور اللي تتقترحي انت على العروسات، ونرجعوا للقفطان ديالك سليمة السبعي. واش كيفاش زعما جاتك الفكره مع اكرام مصنع؟ فهمنا بان هذه 5 ans وانتم صحابات، ودابا هذه اول مره غادي زعما غادي ديروا اون كوليكسيون. واش كتخدموا لا كوليكسيون انصامبل بيناتكم؟ اول مره غنديروا كوليكسيون هذه 5 ans، هذه 5 ans حنا كنديروا لا كوليكسيون، يعني هذه 5 ans حنا خدامين انصامبل. غير جات الفرصه هذه المره يعني تقدمنا انصامبل في صباحيه دوزام، لانه هذه لا كوليكسيون غتلاحظوا انه فيها لمسه جزائريه اكثر، وكان هذا هو اللي خلانا اننا استدعينا معنا اكرام باش تكون حاضره معنا في بلاطو صباحيات. العمل ديالي مع اكرام هو من هذه 5 ans اكيد، يعني حنا بدينا. دونك هذه سي اون كوليكسيون اللي تقترحيها على الناس ديال المغرب وحتى الناس ديال الجزائر. واش كدير لهم ثقافه وحده؟ اكزاكتومون. واش سي اون بيس اونيك ولا تديروا منهم دي نو دي بيس اونيك؟ ويا اكرام كانت من اول الجزائريات اللي دخلوا القفطان المغربي لاوت كوتشور ماروكين اون الجيري في الساحه يعني ديال التصميم في الجزائر. يعني كان عندها واحد الدور قوي يعني باش توصل هذه الرساله، لانه حنا كنعرفوا دائما الجزائر ديما كيبغيو القفطان المغربي، ولكن كانوا كيبغيوه بداك القفطان العادي اللي كنا تنعرفوا المخزاني بالسفيفه والعقد. هذا هو لو ستيل ديالك، انت كتبدلي اللوان كتبدلي لي تيسيو، ودائما اللمسه ديالك هي هذه. دونك هذه اللبسه ديجا مخدومه بالمبره، ولد حسني خدمنا ليه الرنده بالعقيق، ولا سانتشور اوسي فيها لاول مره درنا لا سانتشور بالرنده العقيق. لو با كيف كتلاحظوا سي فيه الرنده، وكيف شرت وقلت يعني غتلاحظوا كثير اللمسه الجزائريه. يعني كان فين كاينه فين تتجلى اللمسه الجزائريه؟ يعني في
une tenue اللي كتكون شارجي لانه جزائري المراه الجزائريه كتبغي يعني تكون لو بلوس يعني شي بريونت بوسيبل وكتلقاي في الرشمه الرشمه خديناها من الزخرفه الجزائريه يعني حاول ما امكن يكون مزيج يعني كيف قلت لك لا ريلاسيون انا واكرام كانت هذه 5 ans ولكن في هذه لا كوليكسيون خدمناها اونصوم لان مؤخرا درت دراسه عن التصميم وحاولنا ما امكن نديروا واحد الميلونج اكثر يعني نقربوا اكثر المراه الجزائريه لانه مرحبوا بنا في الجزائر في الميدان ديال التصميم مرحبوا بنا وحتى حنا بغينا نكبروا بهم بهذه لا كوليكسيون تكون هديه منا من صباحيه دوزام الى المراه الجزائريه ان شاء الله. ما شاء الله عليك. انا غادي ننتج الحنان بومديني واش تتسوحي يعني هذه النشيطات اللي تديري تتسوحيهم من اللبسات اللي تتشوفي ولا على حسب السيده ولا على حسب السيده على سون فيزاج سون تان يعني هي راه كتبتكر على حسب لا كليون جو بونس ياك لا كليون تاك فوالا Elle est timide, parce qu'on lui dit. Elle est très timide. généralement هاد لي حنان لانه جات جينا اونصوم من بروكسل واللي زينت لنا التصاميم ديالنا اليوم زينتهم بالفن ديالها وبالابداع ديالها نشكرك بزاف حنان على الحضور ديالك معنا اليوم صباحا انا بغيت شكرتها بلاصتكم شويه بلاصتكم بغيت نسولك يا سليمة درتي على بروكسل وجبتي مقيمه في بروكسل مؤخرا وليت مقيمه في بروكسل بحكم الدراسه ديال الاطفال ديالي وعطاتني فرصة أني نتقرب بالمغاربة اللي في الجالية في بروكسل وتقربت بحنان واللي إن شاء الله عن قريب جدا غتكونوا معنا سي سيغ ليلى سي سيغ إن شاء الله لا غنجروك غيكون إن شاء الله واحد عرض في أن فيستيفال دو مود مع شراكة مع السفارة المغربية في بروكسل ومن هذا المنبر تنشكر السفارة المغربية والقنصلية المغربية في بروكسل اللي هم احتضنونا ورحبوا بيا بزاف ولهذا غنقدموا واحد التظاهرة مهمة بالقفطان وغيكون صباحية دوزام ضيف شرف ان شاء الله الله يبارك فيك شكرا ان شاء الله دونك هذه تاهي سي دو ساتان كنت ديجا لبست لك بحال هذا لو ستيل هذا وكنتسنى الاعجاب بزاف لا خلي لا فيلو بوز مشات للجزائر ديك لا توني كانت فيها غريز وموف وفي جلسه تصويريه وهذه تاهي واحد لبسه اخرى يعني كتبقاي في لي كولور اللي كيكون عندهم الاقبال اكثر ولكن تتبدلي يمكن غير الحطه ديال هاد لي فلور ولا كيفاش الخدمه ديال تكون عندنا عروسه ولا كليون سبيسيال سواء من الجزائر او من بروكسل او من المغرب تنحاولوا ناخذوا لوغو نتاعها وكيف قالت حنان كيف المكياج كيف التصميم يعني كناخذوا لو تان تاعها لا تاين تاعها اكسيتيرا ميم كنبغيو نديروا اون كوليكسيون كان ديما جو كارد لا توش دابا كنشوف هاد المانكا سوريا لابسه اليوم كو دي روب ودرت لها لا كوافير بحال لو ستيل دي روب موديرن وهذا الشيء اتفقنا عليه مع حنان يعني هذه دراسه ما بين حنان وانا واكرام يعني كانت واحد الدراسه شامله باش نقدموا لكم حاجه سبيسيال اليوم في فقره الموضه والجمال Elle est plus moderne, mais le bassin de Chino Salima, c'est plus moderne. Donc, Hadi, c'est une tenue taillée du satin, où tout le monde fait à Johar. اكزاكتومون متميزات بالجوهر وبالاحجار الكريمه كذلك وحاجه سامبل لانه دائما نبغيو نديرو لا سامبليسيتي ونبغيو نديرو لي توني اللي هما شارجي باش كنبقاو دائما في دونك نقدروا نقولوا بان سليمة السباعي ما بقاتش في المغرب ولا بقيتي وليتي في بروكسل اكثر والله لا ولا لاتولي ما عرفتش انا السباعي لاتولي كاين في كازا وكبرت اكثر في الناظور يعني ولا دو زاتولي لانه باش نقدروا نرضيو جميع الاحتياجات اللي تاعنا تهرجت غزاله وبروكسل يعني كان بروكسل اتجهت ليها اكثر ليزيفينمونسيال ان شاء الله في بروكسل في باري امستردام يعني في المناطق الاوروبيه اكثر لانه لقيت اقبال اكثر تما وترحيب اكثر يعني وهذا كله فوالا دوك نبدلوا الموضوع ونبدلوا اللبسه هذه العروسه مع لا تخين فوالا دونك العريضه الجميله اللي دخلت ما شاء الله عليها ما شاء الله فوالا سي توني افيك اون تخين يعني نعاودوا نذكروا الجزائر اللي تيبغيو بزاف لا توني بلا تخين اللي غتلاحظوا اني تنديروها بزاف لانه هذا الشيء كتقولوا لي اكرام يعني هي اللي كتعرف اكرام تاهي حشوميه تاهي ما تهضرش بزاف انا زينه فيهم سليمة
وحده تما كل دونك دابا انت وياه كتهضروا وكتشوفوا شنو اللي غيناسب كل سيده الجزائر السيده الجزائريه ولا العروسه وكتشوفوا وكتشوفوا شنو اللي غادي يناسب اكثر وانت اللي كتتفصلي وتختاري الالوان دابا ما شاء الله انا اكرام سمحي لي قطعتك يعني قامت بدراسه مؤخرا على التصميم اكزاكتومون باش تقرب اكثر ويكون يعني هذا هو اللي خلى اننا زعمنا على ايتاب ثانيه اننا نكون لابوتيك ثانيه في الجزائر يعني هذا قسنطينه وهذا اللي هاد التفاهم اللي بيني وبينها كذلك من ديما باش قدينا اننا نستمروا ونحيوا القسطان في الجزائر اكثر واكثر يعني ان شاء الله دنت بارك الله عليك على سلمى وشكرا لك اكرام كنتمنى بان وشكرا لحنان وشكرا لحنان لان زينه فينا العريضات ديالنا تحيه لنا رؤيه جديده لاكوافير مودرن اي غلامور شكرا لك حنان بومدي تحيه للناس ديال بروكسل الناس ديال الجزائر وجده الله يخليك نادور تحيه للناس نادور وبغيت نقول لكم كلمه بالشرحه يلا كلمه بالشرحه تشكركم يوم مريت ميس مادري تبع عندي برنامج صباحيه دوزام وتشكر طاقم صباحي دوزان تشكر ليلى تشكر سميره وان شاء الله اثندوي ان شاء الله غنضه ثنوي غا بروكسل انه جاليه الريفيه بروكسل كثيره yeah. اللي كيحبوكم بزاف هذا سالو جديه والبركانيه تحيه ليهم تحيه ليهم ونبغي ليلى نشكرك بزاف لانه وسميره كذلك وصباحي دوزان كنعتبر نفسي بنتكم وبنت صباحي دوزان والنجاح اللي انا فيه هاد الساعه ولا اللي كاع الضيوف اللي حاضرين مدينه لكم صراحه حشا ديالنا صراحه عطيتوني واحد عطيتوني في اول ظهور ديالي كان من لا باز ديال لا كارير ديالي ولي كنحيي بزاف كنحييك بزاف ليلى من على الخدمه ديالك تستاهلي فريمون تي ما بوسي تستاهلي سليمة فوالا دونك شكرا مرحبا بك مرحبا بك كيزي مو صباح للقلب شكرا لكم ضيوفنا الاعزاء بقوا معنا مشاهدينا غادي نختموا حلقتنا لنهار اليوم مع ضيفين مميزين كذلك غادي نختموا بالمسك مع ليلى الشوي وفقره نجوم ونجوم بقوا معنا